السلام عليكم. انا الوحيد من الناس اللي تعرضوا لهذا الفيروس هذا، يعني تصبت في العمل ديالي انا والمدام ديالي والاولاد جوج. المهم حنا الست الافراد تصبنا بهذا الفيروس. انا نقلت اليوم من العمل، كنت عامل احتياطات، يعني جميع الاحتياطات اللازمه، حتى يعني حتى في العمل انا الاول ما التزمت بهذا الحجر، بهذا الحجر الصحي انا الاول. يعني عندي السياره كنعقمها صباحا ومساء، كنعقم حوايجي، حتى الصباط اللي كنشتغل به كنعقمه. ملي كنمشي للدار ديالي كندخل الطوموبيل من الكراج كنعقمها، كنعقم الكراج عندي، كنعمل دوتشان تحت، حتى الحوايج ديال الخدمه كنخليهم لتحت. ولكن قدر الله وما شاء فعل. بالنسبه للاعراض، اول مره حسيت بالاختناق، الاختناق حسيته اليوم الثاني، جاتني واحد الحراره ماشي عاديه، حراره صعيبه. قلت اوكي، يعني ممكن عادي، عاديه حراره عابر سامي. لكن الجمعه، انا نهار يوم الاحد جيت نفطر سخفت، هزيت الوليدات ديالي كاملين وجبت من محمد الخامس. قبل من هذاك يعني يوم الاحد، خاي عيطت له بنتي ملي داوني ولادي للمستشفى، خاي عيطت له بنتي قالت له ابا عمي بارها مريض، راه الدواء من الطبيب، هو مسكين تلحق بيا، حسن يعني ما تقدرش، هو داك الشيء ديك الغيره الاخ تلحق بيا، هو تما مسكين تصاب معايا، حتى هو نفس المشكله اللي وقعت، يعني ولادو كاملين بيهم. والحمد لله يعني قدر الله وما شاء فعل. اخي ديالي يعني فتره العلاج صعيبه وصعيبه وصعيبه جدا. يعني حنا كنا برا كنقولوا هذا الشيء تقريبا عادي، وممكن كنا كنكذبوا في داك الشيء، كنا تقريبا كنكذبوا في داك الشيء. ولكن اخي ديالي نقول لك، يعني جوج سيمانات عايشنا الرعب، لا بالنسبه لنا حنايا ولا بالنسبه للاشخاص اللي كانوا معنا تما في الجناح ديال الطوفر. ولكن الحمد لله لحسن الحظ، هذوك الناس اللي كانوا تما في المستوى، في المستوى، في المستوى اعلى، في القمه. يعني هذه رساله كنوجهها، اش غادي نقول لك، يعني الف 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 شكر لهذوك الناس ولهذ جنود القفاء اللي هنا. كيف شفتوا اليوم؟ الحمد لله تعافوا 7 ديال النزلاء ديال هذه الوحده الميدانيه، و بإذن الله هما براو وخرجوا. البارح كان كذلك 12، الوتيره ديال الشفاء بدات كترتفع، الحاله الصحيه العامه ديال المرضى اللي كيتبشروا تحت الاشراف الطاقم الطبي، تحت الاشراف ديال الدكتور كحلون، يعني الامور غاديه مزيان ان شاء الله الرحمن الرحيم. ولا بقات المساله بهذه الوتيره هذه ان شاء الله الرحمن الرحيم غنخرجوا من الجائحه، انما الالتزام بالتدابير الاحترازيه، يعني الكمامه، النظافه والتباعد الاجتماعي، وبالخصوص الناس يحاولوا يلتزموا الديور ديالهم وما يخرجوش الا الضروره القصوى، بالخصوص في هذه الايام هذه. فرحانين اليوم انه خرجنا الناس، بدينا كنخلي ما خرجنا واحد المجموعه، البارح خرجنا مجموعه والبارح خرجنا مجموعه. الناس اللي كيهمني بزاف هو ان الناس كيخرجوا كيشكرونا بزاف، لان كنعاملوهم المعامله ديالهم كتعجبهم المعامله. واللي نقدر نقول هو انه كاين الناس كيعاتبونا انه كنفشوا المرضى، كيفشوهم كنخليهم يعوموا كيخليهم، فاحنا فرحين انهم كنفشوهم. الحقيقه المعاناه راه كاينه، الناس كيعانيوا مرضين، واخا واحد النوع ديال المرض مثلا هما في مستشفى، يعني في الفندق ماشي في، ولكن كيعانيوا معاناه نفسانيه واجتماعيه. الناس ما كيخرجوهم الديور ديالهم، ماشي ناس كيف ما كانوا، واخا في الاوتيل راك خرجتي من الدار ديالك، راك خرجتي من المحيط العائلي ديالك.